وين المقابلات تاع البطوله فيها عنف يعني يعني غير مقبول. كيفاش انت مقابله كره القدم وين نعتدي على الحكام حتى امراه يعني ما طلقوهاش؟ انا نتكلم على بالليلي، انا قلت لكم نحب هذا اللاعب، لكن التصرفات الطائشه هذه الى متى؟ الى متى؟ حتى امراه ما طلقهاش، يعني والله غير بزاف. فريق المولود ياوي يقدم في مستويات كبيره، لكن هذا اللاعب ما حبش يفهم باللي تعدى الحدود، تعدى الخطوط الحمراء بزاف. يوسف بالليلي بزاف، والله غير بزاف. وصلت حتى كل مقابله تعتدي على الحكام ويعني تتلفظ بكلمات ماشي مليحه للحكام. لا العب كره القدم، انت موهوب يا خويا، يكفيك انك لاعب ممتاز. وكي نشوفوا يعني بعض التصرفات في 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 في, في يعني في في المدرجات يعني، ولا غير تقول يعني لماذا هذا الشيء؟ يعني كره القدم فيها فائز وخاسر، ولازم هذه الثقافه يعني نغرسوها في في يعني في في ذهون المتفرجين الجزائريين. وبهذه المناسبه ايضا اشكر جميع من شارك من قريب ومن بعيد في نجاح هذه الدوره، ونعطي موعد ان شاء الله للعام الجاي.